والله دوري انا بعمل شخصيه اسمها مرتضى. الشخصيه دي هي الدراع اليمين لاستاذ محمود حميده، وبتدور بقى احداث مش عايز احرق. يا رب الشخصيه تعجب الناس، ويا رب الفيلم باذن الله على قد تعبنا وعلى قد المجهود اللي الناس كلها بتبذله على راسهم محمد رمضان اخويا وحبيبي، ان الفيلم يكسر الدنيا وينجح نجاح اكبر ما نتوقع ويعجب الناس. يا رب الفيلم يعجب الناس ويحقق ايرادات كبيره باذن الله، واعتقد ان ده هيحصل ان شاء الله. هي مش صعبه بس انا بس هي كانت خطر، وعملت مشاهد اكشن في الفيلم هنشوفها وعملتها بنفسي، فيا رب يبقى خير يعني. مع استاذ محمود حميده، وطبعا ده استاذي وبحبه، كان يعني كان والدي، اشتغلنا مع بعض قبل كده في مسلسل الاب الروحي، فعشره يعني. استاذ محمود بتعلم منه وبحبه جدا. رمضان بحبه يعني من هو كفنان، ولما تعاملت معاه شخصيا عشقته واكتسبته كاخ وصديق، انسان بسيط وجدع ورجوله ودمه خفيف، وانا بحب اتعامل مع الناس اللي دمها خفيف وناجح وبيحب شغله وجيلي. وانا بالنسبه لي نجاح رمضان في اي حاجه ده بيصب علينا وبيصب على جيلي، بيفتح لنا منافذ. فانا بحب اشتغل مع الشطار، واحب اشتغل في مشاريع كبيره، واحب اعمل مشاريعي باذن الله. فالكواليس كانت رائعه مع مخرج متميز زي استاذ محمد سمير، بتنبأ له ان هو هيبقى مخرج كبير جدا، مع نجمة مي عمر، مع لا العناصر كلها جيدة والكواليس حلوة، واستمتعنا صراحة. انا يعني انت لو شفتي مسلسل اجر هتعرفي ان انا يعني بعمل هزار. انا خريج قسم مسرح، وكنت بشتغل مسرح فترة طويلة في حياتي، وبس هي يعني الميديا والدراما خدتني شويه، والتمثيل في السينما وفي التلفزيون. لكن لو اتعرض حاجه احب ان انا اعملها هعملها. هختار السينما او اعملهم الثلاثه مع بعض عادي. لا عايز ارتاح شويه بس. يعني ممكن، عشان انا لحد اول امبارح كنت بصور في مسلسل الاجهر، فطبعا مش هتكلم عن المسلسلات اللي شاركت فيها، بس في مسلسلات مثلا الوصايا من مسلسل